قبل ما أسأل أي سؤال عرف نفسك. أنا اسمي حمزة أدويك، طالب أردني، طالب ماجستير أردني في أستراليا. بكمل ماستر في اي تي، الباتشلرز ديجري لي هندسة كهرباء. حاليا مقيم وعايش بسيدني. راح اشرح عن مواضيع فيزة الدراسة والحصول على منح جزئية بخصوص فيزة الدراسة، وإذا في عندكم أي استفسار عن بخصوص الدراسة راح أحاول إن شاء الله أشرح الموضوع، وعن موضوع البي تي إي برضه كمان موضوع زي الآيلتس، هو أفضل من الآيلتس صراحة، فراح أشرح عن هذول الموضوعين إن شاء الله. وانا حبيت اسالك يا حمزه، بس انا حبيت اسالك نفس الكلام اللي بقوله وقلت له على الاستاذ محمد. يا جماعه الراجل ده بيدينا معلومات روعه، فانا عاوز ال 64 واحد اللي عندنا او ال 61 واحد عندنا يعملوا للراجل الجميل ده فورورد، تمام؟ عاوزين محتواهم ينتشر. انا هدفي باللي بعمله ده ان انا انشر في التيك توك المحتوى الكويس عشان يغطي على المحتوى الوحش عشان الناس تستفيد، فهنعمل فورورد حمزه كمان. طيب نقول بسم الله كده يا حمزه، وهسيبك انت تسترسل وتقول لي الواحد ازاي يقدم على دراسة في استراليا كلها. طبعا انت كده هتتكلم برضو على سيدني اكتر، بس استراليا كلها، وعاوزين حاجتين، الدراسة وفيزا الدراسة، وزي ما انت قلت منح جزئية، وهل في منح كلية ولا لا؟ اوكي، هسا اي شخص بقرر انه يروح على استراليا بده يعرف مين اكثر دول المشهوره يعني بالموضوع الدراسه اللي بيروح عليها الطلاب، هي كندا، استراليا، نيوزيلندا، معروف بريطانيا، لانهم دول متحدثه باللغه، او امريكا لانهم دول متحدثه باللغه الانجليزيه، فهي عشان هيك اغلب الطلاب بيحاولوا يروحوا عليها. طبعا ممكن يكون بسعوا لاشي ثاني لقدام بعد ما يخلصوا فيزا الدراسه، لعمل، يكسبوا خبره، يكملوا. فالمواضيع هاي يعني ممكن هاي الدول بتتيح العملية هاي بشكل أسلس من دول ثانية. فإذا أنت قررت مثلا تدرس في أستراليا، مثلا دراسة بكالوريوس أو ماستر أو دكتوراه، فرضا مثلا ماستر، لأنه أغلب الطلاب بيطلعوا على ماستر، فأنت بدك بحاجة في البداية أنك تحدد الولاية أو المكان اللي بدك تروح عليه. فعشان تحدد الولاية، المشهور والمتعارف عليه بأستراليا هي نيو ساوث ويلز، اللي هي سيدني، اغلب الناس بيعرفوا عن سيدني. في عندك جهات ساف، في عندك ملبورن برضو كمان من المناطق المشهوره وعاصمتها فيكتوريا، في عندك الويسترن استراليا برضو مش مشهوره زي سيدني وملبورن، عاصمتها بيرث، في عندك بالساوث، في عندك اديلايد بالساوث، في عندك نورثن تيريتوري ما فيش حد بيروحها يعني، في عندك مروة، كمان تازمانيا. نعم، ولكن من اشهر في ولاية هتزعل منك، في ولاية كوينزلاند كمان. كوينزلاند 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 آسف، كوينزلاند كوينزلاند طبعا هاي من مناطق ممكن نحكي اللي فيها الصيف حلو كثير هناك، وشواطئ، والناس هناك تحب الفرفشة يعني بشكل كبير. هاي منطقة بولاية كوينزلاند. ولكن أغلب الطلاب هم بفضلوا بين سيدني وملبورن وبريسبن. هسا إذا أنت كنت مخطط إنك تروح وتدرس بأستراليا ماستر، وبعديها تكمل خلينا نحكي في مجال العمل او الاستقرار في هذيك المناطق، فالحكومه صراحه بتعلن عن قرارات جيده، او حكومه كل ولايه، لان حكومه كل ولايه هي حكومه لها قراراتها الخاصه، فبيحاولوا انه يساعدوا الطلاب تبعونهم هناك انه ياخذوا مثلا اقامه دائمه، مثل ويسترن استراليا، مثل ساوث استراليا. فاول شيء اذا انت بدك تختار التخصص تبعك، اول شيء بدك تشوف الجامعات. يعني في جامعات بتعطي خصومات جزئية، في جامعات بتعطي 10%، في جامعات 20%، في جامعات ممكن تحصل فيها 30% خصم على سعر الماستر. طبعا صحيح استراليا من الدول اللي اسعار الماستر فيها غالية، مش زي اوروبا مجاني او فقط رسوم فصلية، لا، استراليا بدك تدفع مصاري، التكلفة عالية صراحة، ولكن ممكن نحكي انها worth it، يعني تستحق المبلغ اللي بتدفعه مقابل الاشياء اللي انت بتاخذها، او الاشياء اللي ممكن تاخذها مستقبلا. هاي بالنسبة لا، فزي ما حكينا اختيار الجامعة موضوع جدا مهم. بإمكانك تدخل على الجامعات، أول شيء بإمكانك تدخل نحكي على جوجل أو على الكيو اس تشوف تصنيف الجامعات، فأنت بإمكانك تاخذ نظرة عن الجامعات الأسترالية مثلا ممتازة بمجال معين، فممكن تشوف جامعات ممتازة بمجال التمريض، جامعات ممتازة بمجال الاي تي، فبإمكانك تفاضل فيما بينهم. بالنسبة للجامعات، رقم اثنين، بإمكانك هاي الجامعات نفسها تكون عاملة زي ما حكينا خصومات، فانت بامكانك تشوفها من نفس موقع الجامعه، او بامكانك تتواصل مع وكيل التعليم. فهو هسه بحكي لكم كيف وكيل تعليم بسموه، فا education agent. فانت بامكانك
تتواصل مع الجامعه نفسها، فرضا انت شفت مثلا 10 جامعات، شفت انه والله هذول 4 جامعات منهم ممتازات، مثلا واحده منهم بوسترن استراليا او اثنين. طبعا انت بدك تحدد الولايه بالبدايه، يعني اذا انت بدك تروح على وسترن استراليا او اذا انت تروح على ساوث استراليا او نيو ساوث ويلز، فرضا انت حددت واحده من هاي الولايات، هسه بدك تفاضل على الجامعات. نعم. انا حاططك كده ناسي، هل في ولايه مفضله عن ولايه تانية تدي مثلا نقط اكتر عشان بعد كده يعرف يقدم على اقامه دايمه، او مثلا بتدي بنفيتس معينه لو درست عندها خلاص اديك الخمس نقط بتاعت الترشيح بتاعي، في حاجه زي كده؟ شكرا على السؤال هذا. اوكي راح اجاوب. بالنسبه لموضوع النقاط، نعم باستراليا حاليا المناطق الرئيسيه مثل سيدني وملبورن بريسبن تعتبر مناطق رئيسيه، وهاي المناطق الرئيسيه الكثافه السكانيه فيها كثير عاليه، فهم بيحاولوا انه يبعدوا الناس عن هاي المناطق الرئيسيه، فبيحاولوا يعملوا تشجيعات ويخلوا الطلاب، او مش فقط الطلاب، الناس اللي بتعيش انه تروح على المناطق الريجونال. ايش هي الريجونال؟ هي المناطق ممكن نحكي الريف، مش نسميها ريفيه ولكن ممكن تسميها هي مناطق جيده في ممتازه جدا، يعني مش انت بتحكي عن مناطق نائيه، لا هي مناطق فيها خدمات وفيها كل شيء، ولكن اللهم الكثافة السكانية بهذيك المناطق أقل بكثير من المفروض أنها تكون عليه، فهم بيحاولوا يخلوا الناس يروحوا على هذه المناطق. ففي لها حسبة ثانية، زي ما حكينا المناطق الريجنال هي أي منطقة داخل أستراليا عدا سيدني وملبورن بريسبن، شيل سيدني وملبورن بريسبن، أي منطقة عدا ذلك فهي منطقة ريجنال. حتى ساوث استراليا عاصمتها ديليد، او ويسترن استراليا اللي عاصمتها بيرث، يعني عواصم ولايات تعتبر مناطق ريجونال. فشو بيسووا؟ اذا انت درست وعشت في منطقه ريجونال انت بتاخذ 5 نقاط كمساعد لموضوع الاقامه الدائمه مستقبلا. رقم 2، في عندك في معامله خاصه شوي بتكون لخريجي هذه الجامعات في بعض الولايات مثل ويسترن استراليا ساوث استراليا، بامكانك انت تتابع هذا الموضوع في فيز 491 وفيزا 190 بهذه الولايات. فيزا 490 491 هاي الريجنال، هاي من ترشيح الولايه بتعطيك 15 نقطه من اصل عشان كزي 65 صح؟ هسه المينيمم 65 لازم يكون معك. فموضوع عشان اسف حمزه، انا عاوز اوضح لك كده، انك لما تروح تدرس في الريجنال زي مثلا في بيرث او كده اهو، وبتقدم على فيزا 491 بيديك 15 نقطه، وانت محتاج 65 نقطه عشان تقدر انك تقدم على الهجره. ممكن ما تتاخدش بس اقل حاجه 65، فانت كده كانك وفرت حوالي كام، يعني ممكن نقول قريب من الربع الرقم اللي انت عاوزه. اتفضل حمزه اسف. صحيح. فانت بامكانك تاخذ 15 نقطه من الولايه، هذا رقم 1. رقم 2، في بعض الاوقات زي ما حكيت هذه الولايات في لها معامله خاصه شوي للجماعه تبعتهم او اللي دارسين عندهم. فانت لو تلاحظ انت على وسترن استراليا تفتح الموقع حاليا تبع حكومه وسترن استراليا، بتلاحظ انه في عندك 4 تقسيمات، كان من ضمنهم تقسيمتين للناس الخريجين من عندنا، في لهم تقسيمه او اللي عاشوا عندهم لمده 6 اشهر. ففي حسبه او في مفاضله او منافسه ما بين الناس اللي اوريدي عايشين عندهم، اللي هم ممكن يكونوا طلاب ممكن يكونوا ناس مقيمين هناك. فانت بتحكي كل ما قلت المنافسه كل ما قدرت انك الموضوع كان اسهل بالنسبه لك. فهاي بالنسبه لموضوع انك انت لو درست بمنطقه ريجيونال فانت راح تاخذ 5 نقاط اضافيه. رقم 2، راح يكون لك مفاضله خاصه فيك في موضوع، طبعا مش كل المناطق هاي بالنسبه للريجيونال عشان يكون واضح للشباب، مش كل المناطق حسب، يعني كل ولايه لها قرارات خاصه فيها، فانت بحاجه انك تشوف موقع الولايه نفسه تشوف ايش شروط فيزا 491 و190، فانت بتعرف بناء عليها اذا انت في لك مفاضله خاصه. ورقم 2، حتى يعني في تخصصات معينه هم اوريدي بيكونوا بيطلبوا فيها. اتفضل. انا بس هقاطعك بس عشان تبقى الناس عارفه يا جماعه، كل ولايه من الولايات الاستراليه السبعه والنورثرن تريتوري، هم سبع اقسام بس 6 ولايات والنورثرن تريتوري، كل واحدة فيهم ليها موقع خاص بيها بيبقى فيها جزء خاص بالهجرة، الوظائف المطلوبة، النقط اللي ممكن تاخدها. بس حبيت اوضح بس كده، انت تدور عليها ازاي؟ اكتب، ادخل في جوجل واكتب كده ويسترن استراليا ويب سايت، المفروض اي حاجة فيها الجو هتبقى هي. صحيح. فانت بامكانك تشوف حتى برضو الوظيفة تبعتك مستقبلا، يعني قبل ما تروح وتخطط انك تروح، فانت بامكانك تشوف الوظيفة تبعتك هل هي مطلوبة ولا لا، يعني قبل ما تتخذ قرار على اساس اذا انت كنت ماخذ قرار بخصوص انك تكمل هناك والامور الثانيه. هسه فيزه الدراسه بتتيح لك انك
او خلينا نحكي الجامعات نكمل عليها وكيف العمليه انك تزيد فرص قبولك، بعدين نحكي عن ما بعدها. اوكي زي ما حكينا اول شيء حكينا المفاضله بين الجامعات، فاذا انت اخترت ولايه معينه انت بدك تقارن بين الجامعات الموجوده بهاي الولايه، ممكن تشوف اربع جامعات. بعدها انت راح تتواصل مع وكيل تعليم. كيف تعرف وكيل التعليم في هذه الولايه؟ هسه ما في موقع خاص لهم، او حتى على موقع الهجره الاسترالي هو بيورجيك فقط وكيل الهجره. يعني انا دخلت امبارح قاعد ادور على بموقع الحكومه، موقع الحكومه بيعطيك وكيل هجره. هسه اذا بدك انت وكيل تعليم شو بتسوي؟ تدخل على موقع الجامعه نفسها وبتكتب find an international agent. اوكي تدخل على موقع الجامعه نفسها على السيرش بتكتب هذا الكلام، يا اما بتكتب على جوجل find an international agent وبتحط جنبيها بتحط جنبها اسم الجامعه مثلا المكان، بيبين لك بيفتح لك مثلا على جوجل، بتكبس عليها اوريدي انت بيطلع لك مثلا بوكس تكتب البلد اللي انت فيها. فانت مثلا من مصر بتكتب مصر، من الكويت، من اي دوله عربيه بامكانك تكتب اسم الدوله، بيبين لك المكاتب المعتمدين لدى الجامعه في دولتك، او بامكانك حتى تعمل مع مكاتب معتمده باستراليا، يعني مش بالضروره انك تتعامل مع مكتب فقط من بلدك. يا انا هسألك حمزة حاطك هنا، معناها ان كل جامعه وليها مجموعه مكاتب معتمده معاها بتتعامل معاها، صح كده؟ يعني صحيح. انا هسألك سؤال تاني، انت احسن تروح عن طريق اللي هو المكتب ده، مش تروح على طول للادمشن بتاع الجامعه، ولا تروح على طول؟ لو تواصلت انت مع الجامعه، لو انت تواصلت مع الجامعه بايميل راح يبعثوا لك قائمه ويقول لك تواصل مع المكاتب هذول. مثلا انت بتقول لهم انا مثلا من مصر، من الاردن، من اي دوله، بيبعث لك بيقول لك هاي المكاتب بدولتك، فانت بامكانك تتواصل مع المكاتب اللي بدولتك، وبامكانك بنفس الوقت تتواصل مع المكاتب برضه باستراليا، مش مشكله. يعني انت جميع الجهات راح تقدم الوثائق تبعتك اونلاين، يعني انت مش راح تضطر انك تبعث شيء ورقه، انت كل اللي راح تقدمه اونلاين، فبامكانك تمسك كل هاي الوثائق تبعتك وتبعث لهم اياهم بايميل. تمام. فالموضوع بيرجع لك انت ايش بتفضل يعني، بس انا عن نفسي بفضل اني اتعاون مع مكاتب داخل استراليا، لانه ممكن هذول يكون الموثوقية لهم أعلى من المكاتب. ما بدي أحكي عن المكاتب الدول العربية كلها سيئة، ولكن الموثوقية ممكن تكون أعلى، ممكن يكون يحصل لك خصومات أفضل. فأنا هذا اللي كنت أحكي فيه بعديها، إنك أنت تتواصل مع، فرض إنك أنت اخترت مكتب بأستراليا. طيب. أغلب المكاتب بأستراليا عادة بتكون عاملة اتفاقيات مع، أو بتتعامل مع كثير جامعات، مش جامعة ولا جامعتين، الموضوع بيكون موسع بشكل أكبر. فانت لما تتواصل مع المكتب ممكن تتواصل معه تقول له مثلا انا مثلا بكالوريوس الشغل الفلاني، حاب ادرس ماستر التخصص الفلاني، ايش بامكانك تحصل لي منح بالجامعات مثلا بالولايه الفلانيه؟ فانت بتبعث له المعلومات تبعتك وبتقول له انا ايش بامكاني احصل. ممكن يقول لك بزبط معك، لا بزبطش، لا في شغل الفلانيه، لا في، يعني في بيتم حوار بينك وبينه. طيب، وهو انت لما بتتكلم على منحه جزئيه مش منحه كامله، صح؟ منحه جزئيه مش منحه كامله. تمام. منحه جزئيه. المنحه الكامله موضوعها مختلف، يعني انت عشان تاخذ منحه كليه اغلب الدكاتره باستراليا، خليها كمان شوي موضوع المنح الكليه، نتكلم منحه جزئيه وبعدين نتكلم على الكليه، مش مشكله. اوكي. حاليا فزي ما حكينا انت بتختار المكتب، بامكانك تتواصل معاه تساله قديش بياخذ فيز، هي رسوم، قديش بياخذ منك مصاري، ممكن ما ياخذ منك بالمره، ممكن يكون ياخذ منك جزء، لانه هو المصاري بياخذها عاده من الجامعه. فبالدول العربيه عاده بيشرجوك، بيدفعوك مصاري، اما باستراليا مش بالضروره، في بعضهم وبعضهم لا، وبعضهم حتى ممكن يكون ارخص من حتى لو يشرجوك يدفعوك مصاري، حيكون ممكن بعضهم ارخص من الاردن يعني، او من دول العربيه، مش بس بالاردن بشكل عام يعني. فانت بامكانك تتواصل مع المكتب تقول له انت ايش الرسوم اللي انت راح تدفعني اياها، فهو بيحكي لك الرسوم اللي راح يدفعك اياها، او بيحكي لك انه ما في رسوم. فهي بالنسبه لموضوع اختيار المكتب. هسه بدك تزوده بالوثائق المطلوبه منك. عاده اغلب الوثائق المطلوبه من الطلاب اللي هي الامور الاساسيه اللي بتطلبها الجامعه. فايش الامور اللي بتطلبها الجامعه؟ اللي هي مثلا اللغه الانجليزيه، تطلب منك امتحان الايلتس او البي تي اي. انا بنصح كثير، حكيت مع استاذ حاتم انه بالموضوع البي تي اي، البي تي اي اسهل واحتماليه انك تجيب فيه علامه هي اعلى. ده الجزء الثاني، خلينا نكمل الدراسه، كانهم عدوا بعائله، يعني اللغه الانجليزيه، في لازم يكون عندك لغه انجليزيه، والعلامه اللي بيطلبوها عاده بالماستر بالغالب 6.5
بالايلتس اوفر اول والسته مينيمم بالايتش سكشن، هيك عاده مطلوب. اذا جبت اقل من العلامه بشوي بامكانك تاخذ كورس لغه، مثلا جبت انت بدل ما تجيب 6.5 جبت 6 وجبت 5 مثلا مينيمم بايتش سكشن، فممكنك تاخذ كورس 10 اسابيع وبعدين تكمل بالجامعه. فانت بتاخذ زي موافقه مبدئيه مشروطه، موافقه مشروطه بلغه وبعدين بتكمل. هسه في عندك شيء ثاني اسمه كتابه الجي تي اي. الجي تي اي عباره عن ورقه بيسالوك فيها اسئله عنك بشكل خاص، بدك تجاوب عده امور. فالجي تي اي هاي بدك تحكي فيها اسمك، يعني الجواب تبعها ممكن يكون 5 أو 6 صفحات تجاوب عليها، يعني الموضوع مش بسيط، بدك تتوسع شوي بالأجوبة. فبسألك مثلا بدك تجاوب عن اسمك، ايش تخصصك، يعني نبذة عامة عنك، ايش انت اسمك، تخصصك ايش، عامل ممكن نحكي شيء مثل هيك. يعني هي وصف بشكل عام انت بدك تحكي ايش بدك تسوي. طبعا ممكن من جديد غير الاسم تبعها، يعني هذا الكلام انا اللي عملته قبل 3 سنين تقريبا، قبل 2.5 3 سنين ممكن غيروا الاسم تبعها، ولكن هي نفس المضمون نفس المحتوى، يعني انك انت بدك تذكر الاسم تبعك، التخصص تبعك، ايش انت جاي تعمل باستراليا، ايش بدك ترجع تسوي. فهاي شيء عام بدك تجاوب عليه. بعديها بسألك عن الباك جراوند تبعتك، بدك تجاوب انه انت ليش مثلا بتحكي عن حالك، برضو بدك توسع هون بالإجابة، إيش أنت سويت في مرحلة البكالوريوس مثلا تبعتك، إيش أنت أخذت، إيش دورات، إيش أنت بتطمح إنك تسوي، ليش أنت بدك تيجي على أستراليا. ففي عندك كمان نقطة ثانية، بدك تجيب ريكومنديشن لتر برضو من دكاترة بالجامعة، وحتى مش بس دكاترة بالجامعة، يعني الطلاب مثلا في جزء منهم بيعتمد فقط على التزكية من دكتورين عنده بالجامعة وخلاص، لا، في اشياء ثانية ممكن تدعم طلبك وتقويه. يعني بامكانك اذا انت عملت اي عمل تطوعي، فرضا انك انت كنت بحملة تطوعية بمساعدة الايتام مثلا، حملة تطوعية بانك بتوزعوا اواعي مثلا ملابس على الناس، على الفقراء مثلا، حملة تطوعية مجتمعية، اي شيء مجتمعي عملته، فأنا بفضل وبنصحك إنك تضيفه. شو بتسوي؟ بتروح على المنظمة اللي أنت فيها، بتقول لهم، بيكتبوا لك ريكومنديشن مثلا إنه إنك، أو سيرتيفيكيت إنك أنت فعليا كنت شغال معهم وعملت بالأشياء التالية بالإنجليزي. طبعا أنا أي إشي قاعد بحكيه هون بالإنجليزي لازم يكون، ولما أحكي لك بالإنجليزي لازم يكون الاسم بالإنجليزي مطابق لاسمك بجواز السفر بالباسبورت تبعك. فلازم تنتبه إنه كل الأوراق تبعتك، سواء شهادة الجامعة ولا ترانسكريبت تبعك من الجامعة، أي شيء أنت بتجيبه لازم يكون نفس الاسم تبع الباسبورت. فهذا إشي جدا مهم بموضوع التقديم. أخطر على الناس يا حمزة، هنقول إن هو كل الورق المطلوب قدمه والكلام ده وبتاع، أنت بتحاول تنجشيت مع المكتب اللي أنت بقلت عليه ده عشان يجيب خصم أكتر، ولا هو بيحاول بنفسه يجيب خصم أكتر؟ يعني أنت بدك تحاول معه، أنت بدك تحاول معه، بدك تحكي تسأله إيش بإمكانك تجيب لي خصم. أنا مثلا أدرس تخصص الفلاني، هل بتنصحني، هل في جامعة معينة بإمكانك تجيب لي منها خصم؟ فهو عمليته هو التواصل بينه وبين الجامعة، فهو مش من عنده هو بيجيب الخصم، الجامعة بتكون مثلا عارضة خصم للطلاب بمجال معين، فهمت علي؟ فهو ممكن يساعدك في عملية معرفة الجامعات اللي بتعامل خصم. شباب احنا هنطلع ناس جلسات دلوقتي مع حمزة، وتسألوه كل الأسئلة اللي انتوا عايزينها في استراليا. الأسئلة التانية هرد عليها بعد ان شاء الله، بعد ما نخلص بس الجزء مع حمزة. طب حمزة انا عندي سؤال ليك دلوقتي. انت اتكلمت على المنحة الجزئية، تمام؟ ودي احنا عارفة طبيعتها. هل في منح كلية الجامعات بتقدمها، ولا لازم تكون عن طريق الحكومة الاسترالية؟ اوكي هسه بشوف هذا الجواب، ولكن في شغله تذكرتها حاليا بس عشان اكمل على النقطه اللي بيها. انت بدك تختار، تحكي اول شيء السبب ليش انت اخترت استراليا وليش اخترت هذه المنطقه، وهي الامور مفروغ منها، انت ليش اخترت يعني البلد ومش البلاد الثانيه، بدك تكتب هذا الكلام. في شغله ثانيه انك بدك تحاول تدرس تخصص قريب عن تخصصك، يعني تخصص الماستر يكون قريب عن تخصص البكالوريوس، والا غالبا راح تنرفض. يعني ما تروح شيء مختلف كليا، حاول ادرس شغله قريبه من تخصصك
البكالوريوس، يعني مش تخصصك مثلا محاسبة بدك تدرس تمريض، او مش يعني بدك تحاول يكون التخصص قريب من الثاني، مثلا هندسة اي تي اوكي، عندك برمجة تكمل عاد اي تي امورك تمام ما في مشكلة، يعني بدك تحاول تختار تخصصات قريبة من بعضها، طيب التخصص الماستر يكون قريب من البكالوريوس. نعم، نتكلم بقى في الحاجة اللي هتوجع الناس كلها وهتوجعني معاهم، كام؟ المنح الكلية بيعتمد حسب الجامعة، لأنه بس الجامعات هي استنى اللي استنى بتقدم. قبل ما نحكي بقول لك إيش؟ هتكلم في حاجة بتوجع الناس كلها وهتوجعني كلنا، بكام؟ المصاري. بكام؟ المصاري. أوكي. هسا بالنسبة لموضوع التكلفة، زي ما حكينا التكلفة بأستراليا صراحة غالية، يعني ما راح أحكي لك إنه الموضوع مش مكلف، ولكن بدي احكي انه في تباين بين الجامعات الاستراليه بالمبالغ، يعني في جامعه، يعني ممكن تشوف جامعتين، جامعه يكون سعرها اغلى من جامعه ب 10,000، هذا طبيعي، هذا جدا طبيعي الموضوع، وممكن تحصل من جامعه خصم اعلى من جامعه ثانيه، ففي فروقات ما بين اسعار الجامعات. وفروقات كبيرة زي ما انت قلت 10,000 دولار في السمستر مش كده؟ صحيح صحيح، مش بالسمستر، مش بالسمستر، 10,000 مثلا على سعر الكورس كامل، كورس ممكن يكون كامل هاي اغلب 10,000 دولار، يكون اغلى، ممكن يكون جامعات اغلب 20,000 دولار، فالموضوع بيعتمد. احنا يا جماعة بنتكلم استراليان دولار، الدولار الاسترالي وهو اقل من الدولار الامريكي بشويه حلوين، عشان بس الناس ما تفتكرش بنتكلم على الدولار الامريكي. كمل يا حمزه. صحيح، فالفكره بالموضوع، عشان هيك موضوع عمليه التفاوض بينك وبين الايجنت، تساله ايش في جامعات احسن لإلي. هسا انت برضو قوم بعمليه البحث تبعتك، يعني ما تعتمد بشكل كلي على الايجنت، نصيحتي لإلك ادخل على الجامعات ودور، شوف قديش الاسعار تبعتها، اسالهم، ابعث لهم ايميل، دور بنفس موقع الجامعه، في جامعات البحث فيها عن موضوع الفيز سهل، بكون عامل لك جوا بتدور، بكون عامل لك ملف PDF مثلا، في جامعات ثانيه لا بدك تضلك تدور بشكل كبير، انا تغلبت بعض جامعات، يعني انا بدور بدور بدور، الموضوع كان سيء زنخ صراحه، دورت بكل مكان بالموقع ما شفتش، ممكن تعمل بالسيرش، ممكن تسال نفس الجامعه عشان انك تقدر تعرف الرسوم تبعتها. هسا ممكن نحكي تتراوح رسوم الماستر، وبرضه انا حكيت لك الجامعات في بينها اختلافات، التخصصات برضه في بيناتها اختلافات، أكيد يعني ممكن تخصصات الهندسة سعرها أغلى، ممكن يكون ب 20,000 دولار أو أقل أو أكثر من تخصصات اللي ممكن تكون فيش فيها لابات، يعني تخصصات ممكن نحكي الأدب، عنها حاجات الأدب، موارد بشرية، محاسب موارد مثلا. بشرية، صحيح موارد بشرية، هاي فهاي التخصصات غالبا بتكون أرخص من الماستر والهندسة والآي تي والتخصصات مثلا الطبية مثلا. نعم، هقاطعك دلوقتي عشان السؤال اللي قاعد اتكرر كذا مرة تحت، هل ينفع تشتغل وانت بتدرس ولا لا؟ طبعا هسا اثناء فتره الكورس، اثناء فتره الكورس مسموح لك، يعني اثناء فتره الدوام بالجامعه مسموح لك تشتغل 24 ساعه بالاسبوع، واثناء فتره العطله، واثناء فتره العطله مسموح لك تشتغل فول تايم 60 50 60 70 ساعه 80 ساعه عادي، يعني خلال فتره العطله، ولكن خلال فتره الدراسه مسموح لك 24 ساعه بالاسبوع. في عطلة ولا كمان public holidays؟ يعني لو انت عندك public holidays مثلا انزك دي يا عم، ينفع تشتغل full time ولا لازم part time؟ صراحة ما عندي علم بالموضوع، تمام بدي نتأكد من موقع الهجرة، ما راح أحكي معلومة مش متأكد منها. تمام انا بس هاي بالنسبة لموضوع الكورس. حضرتك تاني واحدة، الشباب اللي عايزين يدخلوا في النقاش هتدخلوا، بس خلي حمزة يقول افكاره كلها، انا مش عايز اقطع الفلو دلوقتي اللي بيقوله حمزة، اما نخلص خالص هخليكم تطلعوا كلكم، هخلي حمزه يتعامل ويرد على الاسئله كلها ان شاء الله. ولسه ما اتكلمناش على البي تي اي يا محمد. اتفضل حمزه، انا اسف. ايش كنا نحكي؟ احنا كنا نحكي عن الشغل صح؟ اوكي، حكينا اثناء فتره الدوام الجامعه مسموح لك، اثناء الفصل مسموح لك انك تشتغل، اثناء فتره الفصل مسموح لك انك تشتغل 24 ساعه بالاسبوع. صحيح، اخوي نبهني بشغله بخصوص، حتى انت حكيت الانزاك داي، انت مسموح لك تشتغل 24 ساعه بالاسبوع، ففرضا انك انت ما اشتغلتش يوم الانزاك داي او غيره، يوم عطله مثلا، بس انت مسموح لك اوريدي بالفورتنايت بالاسبوعين مسموح لك 48 ساعه، فانت تمام. حتى لو عطلت بهذاك اليوم، هسه خطرت يعني اخوي بعث لي ذكرني بالموضوع هذا، فانت مسموح لك بالاسبوعين 48 ساعه، اذا اشتغلت بالاسبوع الاولاني 30 ساعة، بالأسبوع الثاني بدك تشتغل مثلا 18 ساعة مسموح لك، يعني أنت بإمكانك تحول هي بالأسبوعين. لكن لا، انا كنت عايزين اتاكد من الموضوع، لما يكون بابليك هوليداي ده بيبقى 8 ساعات في اليوم ولا هم ولا هو تقسيم ال 24؟
قصدي؟ اه لا حسب ما حكيت لك انا هذا اللي عارفه يعني بخصوص الموضوع هذا. هسه حكينا اثناء فتره الفصل 24 ساعه بالاسبوع، اثناء فتره العطله بين الفصلين مسموح لك فول تايم. اما الكورس، اما الباستر ماستر باي ريسيرش، الريسيرش مسموح لك تشتغل فول تايم. الريسيرش مسموح لك تشتغل فول تايم. شغل في الجامعة أو برا الجامعة ولا في الجامعة بس؟ ما هو حسب، في طلاب ما بيشتغلوا مدرسين بالجامعة، حتى لو ماستر باي ريسيرش عادي انت بتروح وبتعمل ابحاثك وبامكانك تشتغل فول تايم، ما في طب مشكلة. حتى دي نأكد عليها يا جماعة عشان بس الناس ما تعرفش، لما بتيجي تعمل ماجستير في نوعين من الماجستير، في ماجستير عبارة عن كورسات بس، كل الحكاية إنك بتعمل كورسات وخلاص وفي الآخر بتقدم اللي هو بتمتحن في الكورسات تنجح فيها تبقى خدت الماجستير. يبقى ماجستير مهني برضه، وفي ماجستير ريسيرش اللي فيه ابحاث ولازم تعمل حاجه اسمها ثيسيس في الاخر، يعني رساله في الاخر وتناقشها عشان يبقى معاك درجه الماجستير. اللي بالريسيرش دول من حقهم يشتغلوا فول تايم. فول تايم يعني 40 من 35 ل 40 ساعه في الاسبوع جوه استراليا. اللي عندهم كورسات بس في الماجستير دول من حقهم 24 ساعه في الاسبوع اللي احنا بنسميها بارت تايم. بصراحه هم زودوها 4 ساعات، على ايامي كانت 20 ساعه، فالوقت 24 ساعه. سوري حمزه بس انا كانت 20 ساعة صحيح. لا لا عادي عادي صحيح كلامك، كانت 20 ساعة ولكن هي من جديد خلوها 24 ساعة قبل سنة تقريبا. فهاي بالنسبة لموضوع دراسة الماستر باي كورس وباي ريسيرش. حتى باي ريسيرش بعض امرات ممكن يكون اول سنة منه يكون سنة تحضيرية، بتاخذ مواد اول فصل، ممكن اول فصل ثاني فصل ممكن تاخذ مواد. هذا الموضوع بيرجع للدكتور اللي انت متعاون معاه بيناتكم، يعني ممكن فعليا يضيف لك مواد ممكن من الجامعه يكون، ففي موضوع في اخذ وعطى شوي حتى بالنسبه للماستر والريسيرش. هسه المصاري، نحكي على المصاري. ما انت قلت المصاري، قلت الارقام. قلت بشكل عام يعني هسه نعطي ارقام تقريبيه، بدك نعطي ارقام تقريبيه ولا ماشي لو عاوز، بس ساعات تختلف من جامعه لجامعه ومن ولايه لولايه. تختلف من جامعه يعني صحيح. اكيد صحيح. يعني مثلا هتدرس في داروين غير ما هتدرس في سيدني، اكيد صحيح الكلام صحيح. فانت بدك تحاول اذا رحت على الجامعات التصنيفها عالي كثير، هاي ممكن تدفع فيها مبالغ اعلى من الجامعات اللي ابعد، ولكن الموضوع بيرجع بيعتمد على الخصم. يعني انا بنصحكم بشكل خاص انك تدخل على موقع المواقع كل جامعه وتشوف بناء عليها ايش سعر التخصص، ايش الخصم ممكن يعطوه اللي هم بيعطوه عاده، عشان ايش تعرف تاخذ فكره عن الموضوع. تمام. فبالنسبه لايش المواضيع اللي نكمل عليها، هل كيف لا انك لا عندي كشف عندي حساب بقى بنكي؟ لا هنحكي عن كشف حساب بنكي؟ طب قول اتكلم عليه، كنت هسألك على حاجة بعدين بس ماشي اتفضل. اوكي، كشف الحساب البنكي عشان طبعا انك انت تقدر انه تقدم للجامعة لاستراليا، لازم يكون بحسابك البنكي مبلغ يعادل اول سنة دراسية كاملة لإلك زائد تكاليف المعيشة لإلك لأول سنة. يعني أول سنة بس، من السنتين أو من كام سنة لازم أول سنة بس. أول سنة يعني مبلغ يعادل تكاليف أول سنة دراسية زائد تكاليف معيشتك لأول سنة. يا جماعة الناس بتسأل تحت، حاضر كلكم هتطلعوا بالسيف ونرد على الأسئلة. بنخلص بس الكلام بتاع حمزة عشان حمزة بيكرمونا. وعشان تاخذ الموافقة من عملية التقديم ايش بتصير؟ انك انت بتقدم الوثائق تبعتك للايجنت تبعك، الايجنت تبعك بيقدم هاي الوثائق للجامعة. طبعا لما تقدم للجامعه بتاخذ مثلا قبول مبدئي، بيبعثوا لك انك تدفع، اذا اعطوك مثلا موافقه يعني خلص وافقوا عليك، بيعطوك شيء اسمه سي او اي. فسي او اي بدك تدفع قبل ما يعطوك السي او اي، عفوا بدك تدفع للجامعه، يعني بيعطوك عشان تدفع المصاريف اول فصل دراسي. فانت بتمسك المبلغ اللي بعثوا لك اياه، بتروح وبتدفعه، بعد ما تدفع المبلغ بيعطوك شيء اسمه سي او اي. هذا الملف الورقة بتثبت انك انت دفعت للجامعة وردي ماخذ موافقة منها للتخصص الفلاني، وبعدين راح تقدم بهاي الورقة للفيزا تبعتك لقسم الهجرة الاسترالي عشان يوافق عليها او ما يوافقش. انت بتقدم اونلاين مش كده؟ سكيل سيلكت صح؟ كل اشي اونلاين. سكيل سيلكت تدخل على الايمي gov.eu تعمل اكونت في سكيل سيلكت وتقدم عليه. صحيح، عادة الايجنت تبعك ممكن تطلب منه انه يسوي لك هذا الكلام، غالبا هم بيسووا هذا الكلام، وضمن الفي ممكن تدفع له شوي وممكن تسويه على حالك عادي. هو من حقه يعمل الكلام ده، لازم يكون محامي هجرة، استشاري هجرة قصدي، مش من حقه يعمل. هسه اغلب المكاتب حتى مش بيكونوا هم، عادة اغلب المكاتب بيكون جامع بين الثنتين، بين التعليم والهجرة اغلب المكاتب. بيبقى عنده كمان اوكي، بيبقى عنده اللايسنس بتاعت اغلبهم هيك بيكونوا، يعني حتى بالدول العربيه وهو بيقدم عنك الفيزا. ناخد السؤال بقى الاهم، بقى السؤال اللي كل الناس مستنياه، عرفنا فلوس كثيره،
بعد ما بخلص الماجستير بتاعي انا بعمل ايه في البلد بقى؟ باخد ايه؟ ايه الوضع بتاعي؟ هسه بعد ما تخلص ماستر في استراليا، اذا عمرك اقل من 35 سنه فما اقل، بامكانك تقدم على فيزا اسمها جراجويت فيزا، تمبرري جراجويت فيزا. هاي الفيزا بتعطيك سنتين، اذا انت متخرج بكالوريوس او ماستر بتعطيك سنتين تعيش وتشتغل بالبلد. بس الفكره فيها انه عمرك لازم ما يكون اعلى من 35 سنه لما تقدم على عليها. فيعني اذا انت عمرك باول الثلاثين، اذا عمرك مثلا 33 وبدك تطلع تكمل ماستر وبالك انك تاخذ فيزا سنتين بحث عن عمل، بنقول لك لا ما تروحش، لانك انت راح تخلص وتقدم راح تكون اوريدي يعني رايحه عليك. للمعرفه يا جماعه، من سنه واحده كانت 50 سنه، يعني كانت السنه اللي فاتت قبل 2023 او 2023 لغايه 50 سنه، للاسف قللوها 35. هذا القرار طلعوه جديد يعني فقط من من بدايه شهر 7، من بدايه هذا الشهر. يعني مش 23 ب 24، غلطان يبقى لسه طالع جديد. كان 50 صحيح، الواحد ممكن يروح حاجه 40 سنه يدرس ماجستير ياخد سنتين وهناك يظبط امور، دلوقتي كان له 35. فعشان هيك احنا بنحكي يعني اذا بدك، اذا كان ببالك انك تكمل وتشتغل بالبلد لازم يكون عمرك اقل. حتى انت لما تقدم حاليا نسبه الرفض صراحه ما بدي احكي انه كثير عاليه وما بدي احكي انه واطي، عليت نسبه الرفض شوي لستودنت فيزا، لفيزا فيز الدراسه، عشان في عندهم في ازمه هون باستراليا بالسكن، فيش البيوت باستراليا ما بتستوعب الاعداد اللي قاعده بتيجي، فصاروا يقللوا عدد الاشخاص اللي بيجوا بفيزا الدراسه. فلازم يكون ملفك قوي عشان تقدر انك تيجي، يعني ملفك يكون قوي من اي ناحيه، من الناحيه الماديه قوي، من الناحيه اجاباتك كانت مقنعه بالنسبه لهم، من ناحيه يكون عندك اعمال تطوعيه وغيرها واشياء بتثبتك بالبلد، في اشياء روابط بينك وبين بلدك، فكل هذه الامور بتحدد قبولك من رفضك. تمام، هنقفل بقى موضوع الدرس دلوقتي شويه، ممكن نفتحه تاني ونتكلم بعدين. انا عاوز دلوقتي تعال ندخل بقى على البي تي عشان عاوز اطلع الجستات معايا يسالوك، لان انا متاكد ان في كميه جست دلوقتي مستنيين بس اقول لهم نفتح، هيجوا يعني هيسالوك اسئله كتير قوي. نتكلم على البي تي. اوكي ممكن نتكلم على البي تي. هسه عشان نقدم لاستراليا او لاي دوله، مش بس فقط استراليا، الناس بيفكروا فقط باستراليا، في امتحان غير الايلتس والتويفل، اغلب الناس بيفكروا فقط الايلتس والتويفل هم الامتحانات الوحيده للغه الانجليزيه. في امتحان اسمه بي تي اي مقدم من بيرسون. طبعا هذا الامتحان الفكره فيه انه هو اونلاين، انت مش بحاجه زي الايلتس انك تروح تقعد مع شخص وانه تحكي معه بسبيكينج مثلا. ومعترف فيه يعني، حاليا انا فاتح موقع البي تي اي، موقع بيرسون، مكتوب عندي المعلومات قدامي، معترف فيه اكثر من 3500 جامعه ومعهد حول العالم، جامعات استراليه ونيوزيلنديه وكنديه وكل حاجه، بريطانيه وكل دول العالم، حتى دول اوروبيه موجوده فيه، فهو مش فقط. فانت اذا فرضا حاب انك تروح على جامعه معينه بمكان معين، بامكانك تدخل على موقع بيرسون، انا بامكاني احط لكم الرابط، بتكتب اسم الدوله او اسم الجامعه، ببين معك جميع المعاهد والجامعات اللي بتعترف فيها، واذا انت حاب تتاكد بشكل اكبر بامكانك تتواصل مع الجامعه نفسها وتسالهم هل البي تي اي معتمده لكم. انا بالنسبه لي زي ما حكيت لكم بالنفس موقع بيرسون مكتوب عندك اسماء الجامعات والمعاهد المعترفه فيها. انا هطلع محمد سليمان كمان من كذا، كان عاوز يتكلم على تيك توك، هو مش جيست، محمد مش جيست، محمد من من التيم بتاعنا اللي بنتكلم مع بعض، فحمزه هيتكلم، محمد برضو عنده خبره، الاثنين هيتكلموا مع بعض فكلنا نستفيد مع بعض. اتفضل حمزه كمل، محمد معانا. اوكي، بنقسم امتحان البي تي لثلاث اقسام رئيسيه، القسم الاول في سبيكينج اند رايتنج، القسم الثاني في ريدنج، القسم الثالث ليسننج. تمام، مده كل قسم فيهم، القسم الاول اللي هو السبيكينج اند رايتنج مدته ما بين 54 ل 67 دقيقة، البارت 2 اللي هو ريدنج فترته 30 دقيقة، ليسننج فترته 30 دقيقة. تمام، في بعض الأسئلة فيهم بيكون لك وقت محدد لإلهم، وفي بعض الأقسام مثلا مثل الريدنج أنت ما بيكون لك ال 30 دقيقة، بتكون لكل الأقسام، فأنت إيش ما بتخلص أسرع إيش أنت ما بتخلص، يعني الفكرة بتعتمد عليك إذا أنت أخذ معك وقت أكثر أو أقل، يعني ما في وقت محدد لكل سؤال بيكون. تمام، فموضوع التقديم البي تي اي زي ما حكينا هو اونلاين، بيكون في مراكز معتمده بكل دوله، انت بتدخل على موقع بيرسون بتعمل حساب عليه،
بيبين معك المراكز المعتمدة لإلهم اللي تعمل فيها امتحان في دولتك، تحجز هناك وإمكانك تقدم الامتحان. بس قبل ما تقدم الامتحان مثله مثل الآيلتس مثل التويفل، أنت بحاجة إنك تجهز لإله. الموضوع مش فقط إنه هاي في عندي امتحان بي تي أسهل آي الله أروح أقدم، لا، الامتحان هذا بده دراسة، بدك تحفظ تيمبلت خاصة فيه، بدك تعمل براكتس لإله. طيب حمزة، تعرف حد كويس على اليوتيوب بيعمل بي تي اي عرب، مش حد أجنبي؟ هسه في كثير عرب بيعملوا الامتحان او بيشرحوا عن امتحان البي تي اي، بيعطوا كورس في كيفيه حل امتحان البي تي اي. اللي انا تعاملت معهم كان اسمه بي تي اي ان سي سي ال سنتر، اللي بيعطيه اخ سوداني هو اللي بيعطيه. هسه ممكن تشوف اشياء ثانيه على اليوتيوب اذا انت حابب، اشياء مجانيه، وممكن اذا انت حابب تروح للمراكز المدفوعه، او ممكن برضو شغله ثالثه انك تروح على مواقع تعمل براكتس عليها. المواقع مثل سوري حمزة انا اسف بقطعك، اعذرني بس عشان لا قول لنا اسم الاخ السوداني وكيف قناه بتاعته. اسمه مهندس عبد الرحمن. القناه تبعته اسمها بي تي اي، ممكن تشوفها على الفيسبوك، يعني تكتب بي تي اي ان سي سي ال سنتر، بكتب اسمها بال ان سي سي ال سنتر. نعم، فهم مدربين ممتازين في مجال البي تي اي ومجال الناتي. طبعا في شغله ذكرتها، صحيح انا دخلت حاليا على البي تي اي والموضوع هذا، ولكن في شغله بالدراسه نسيتها كنت حاب انوه عليها، بعرفش اذا ممكن اذكرها حاليا. شغله تعتبر مهمه، خذ الخمس. خلال فتره بعد ما تخلص الماستر عشان تقدر تاخذ السنتين تبعت الجراجويت فيزا، عشان تاخذ الجراجويت فيزا لازم تكون دارس سنتين كاملات، 16 شهر كاملات، 96 بوينتس او كريدت بوينتس. يعني انت لما تدرس بالجامعه باستراليا، في بعض الاشخاص بيجوا يدرس مثلا ماستر لمده سنه ونص، انت هيك ما راح تاخذ سنتين بحث عن عمل، لازم الدراسه تبعتك تكون سنتين كاملات. فشو بيسووا بعض الطلاب؟ بدرس سنه ونص مثلا شيء بالبزنس، بكملها بفصل كمان بشيء ثاني له علاقه بالبزنس، عشان انه يقدر يقدم على فيزا 485 اللي هي فيزا الجراجويت فيزا، اوكي، اللي هي جراجويت فيزا. فلازم انت تدرس 16 شهر كاملات، 16 شهر سنتين، 16 شهر دراسة.